نعرف بالرجال. ها، من يعرفنا بالرجال هذا الإسلام؟ مين اللي عرف الآن؟ أنت تفضل، أنت اللي بعديه. مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، مات سنة 28 و200. نعم، صاحب المسند، هو صاحب مسند المسند مسدد. أيوة. يزيد ابن زريع البصري أبو معاوية ثقة ثبت، مات سنة 82 و100. سعيد ابن أبي عروة ابن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ، له تصانيف كثيرة التدليس واختلط، كان من أثبت الناس في قتادة، مات سنة 56 و100، والباقي سبق. نعم، طب الآن اتضح الآن السبب لما الإمام البخاري أتى بهذا الإسناد، ما هو السبب؟ واضح جدا، تفضل. ليرفع التفرد عن جرير بن حازم. نعم، ليرفع التفرد عن جرير بن حازم ويوجد له متابع. من اشترك مع جرير بن حازم في الرواية عن قتادة نفسك؟ من؟ سعيد بن أبي عروبة، وهو ايش؟ من أوثق الناس في مين؟ في